تطورات خطيرة في فلسطين المحتلة. اليوم منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح دعت المواطنين الفلسطينيين إلى تصعيد شامل ضد القوات الإسرائيلية. بيان منظمة التحرير وحركة فتح جه بعد العملية الفدائية اللي وقعت اليوم في رام الله، وقام خلالها شابان فلسطينيان بإطلاق النار على مجموعة من جنود الاحتلال في محطة للسيارات، وده أسفر حية عن مقتل 2 من الجنود الإسرائيليين وإصابة عدد آخر منهم بجروح خطيرة. طبعا شفنا جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار أمني على المدينة، ولو تابعنا اليومين اللي فاتوا والساعات القليلة الماضية شفنا الجرائم اللي بترتكبها إسرائيلي. هذه الجرائم اللي تمت بوحشية شديدة جدا، إعدام لمواطنين، اقتحام متواصل للمدن الفلسطينية، اعتقالات، إرهاب مستمر للمدنيين العزل، عقوبات جماعية تطال الشعب العربي الفلسطيني، بالإضافة إلى حملة التحريض المستمرة ضد الرئيس محمود عباس أبو مازن. طبعا لما منظمة تحرير وحركة فتح تطلع بيان بهذا الشكل وتحمل فيه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الدعوات اللي بتطلقها المنظمات الإرهابية اليهودية لاغتيال الرئيس محمود عباس، فده يخلينا نقول من الآن أن حكومة إسرائيل ومن يساندها تتحمل مسؤولية ما يجرى. يمكن البيان اتكلم عن التطبيع المجاني اللي بتعمله بعض الحكومات العربية، واللي كان ده أحد الأسباب الأساسية اللي النهاردة بتخلي إسرائيل تأخذ هذا الموقف، تضرب شعبنا، تقتل الناس، تعدمهم علنا، تقتحم، تدنس المسجد الأقصى، لأنها خلاص النهاردة نتنياهو يقدر يروح أي عاصمة، يطلع يتحاور يروح، الفرق الشعبية الإسرائيلية بتقدر تروح عواصم عربية عديدة. وبالطبع تطبيع مجاني، إلى متى؟ إلى متى نترك الشعب الفلسطيني عرضة لهذه الجرائم؟ أين المجتمع الدولي؟ فين العالم اللي ثار على خاشقجي؟ 100,000 خاشقجي يقتل كل يوم في فلسطين. لماذا؟ لماذا تتركوا الشعب الفلسطيني يستباح دمه بهذه الطريقة؟ لماذا تتركوا الأقصى يستباح بهذه الطريقة؟ لماذا وصل الأمر بالمحتلين المجرمين أن يعدموا الفلسطينيين في الشوارع؟ ماذا ننتظر؟